ما الأخت؟ أخت تتعصبات تطيح سيني هذي وفي جينا تتعطب جينا ما أريد شيء. طيب شو كده أختي؟ كم كتائبة؟ وكي سنقول إحنا بالدرجة دي أنا مغمومة يعني تقول مغمومة مغمومة شنو في هالدنيا اللي يستاهل الإنسان يكون طالع لده؟ شنو في هذا الكون كامل اللي يستاهل الإنسان يكون طالع لده؟ لا شيء. إن الدنيا شو كتساوي؟ لا شيء. والو الدنيا ما كتساوي حتى شي حاجة، ما كتساوي حتى أنا حابة عوض الدنيا كلها ما كتساوي حتى شي. علاش؟ لأن الله خلقنا وعطانا أحلام وعطانا 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 بغا نحقوه، والحلم الكبير هو هو الجنة. طلب الله عز وجل ندخل الجنة كاملين. إذا ما نكتئبش، ما يطلعش الدم، ما نتعصبش، بكل داء دواء. حاجة واحدة اللي ما عندهاش دواء هي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه ما عندهاش دواء، الموت هي اللي ما عندهاش دواء. لكل داء دواء، وكاين المرض اللي كيجيب كاين الأسباب اللي كتخلي الإنسان يكتئب، لكن نعتقد داخل ديالي أن السعيد من أسعده الله عز وجل، والكيس من دنا نفسه لما بعد الموت. فهمتيني؟ إذا نكون واحد الإنسان الحمد لله، خاص كل خاص حاجة الحمد لله الحمد لله. إذا ما يطلعش الدم، وما يكون عندك حتى شي حاجة ما يطلعش الدم. إلا عندك وطلع لك الدم خسرتي، ما عندك والو وطلع لك الدم خسرتي. لأننا حنا مخلوقين ماشي مسيرين، ماشي مخيرين، حنا مسيرين، حنا مخلوقين بأوامر الأمر اللي خلق الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله خلقنا للعبادة، خلاص طلع لنا الدم، خلاص باش نتعصبوا. لكن هذه الطبيعة في الإنسان أنه يتعصب ويطلع عليه الدم. والغضب من الشيطان، اللي كيغضب من الشيطان. جا في بعض أحد لهم قش عقل عليه مزيان، إلا غضبت وطلع الدم توضى وصلي جوج ركعات. الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب. إذا ما كانش حلو تعصب خصي. الدنيا زائلة، 40 عام، 30 عام، 50 عام، 60 عام، 70 عام، 80، 900، 2000، 3000، 4000، 5000 عام، غادي نموت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ما نخش على قدامتي مع الصبر